ونبقى دائما في ذات السياق، حالة ذعر وخوف شديدة يعيشها سكان بلدية الميهو بولاية المدية، وهذا بعد النشاط الزلزالي الذي تعرفه المنطقة منذ قرابة الأسبوع، الأمر الذي جعلهم يتخذون من الخيام البلاستيكية وحتى سياراتهم مأوى لهم. مزيد من التفاصيل في هذا الموضوع لوليد مهاجري وإبراهيم برقاش. تحولت يوميات سكان منطقة مهوب إلى كابوس حقيقي مع توالي الهزات الأرضية الارتدادية. أسبوع أسود هو حال عشرات العائلات التي لا مأوى لها. خيام نصبت، سيارات وحافلات تحولت إلى مأوى لعشرات العائلات. يعني الزلزال هذا ما خلى والو بالنسبة للديار، الناس قاع بيتين برا. حالة يعني هلع كبيرة جدا يعني في سورتو الأطفال الصغار. كنا نخموا على أولادنا يعني باش نعالجوا أولادنا يعني في الحالة النفسية تاعهم، دركوا لينا نخموا على أرواحنا احنا الكبار، احنا خلاص انهارنا خلاص. استمرار الهزات الارتدادية وغياب الشاليهات التي تأوي هذه العائلات المنكوبة ظرفيا زاد من معاناة هؤلاء. قلت لك خويا رانا بدون مأوى، هاك الحالة تاعنا هاكم تشوفوا فيها. مع الها الكسر جاي ما جا لنا حتى واحد. الاغلب تاع الناس هنايا اللي طلبوها لي طونت وين يعني تستر اولادها في الشتاكي من هذه، راكم تشوفوا. ولا يعني الحل اللي شفناه يعني الانسب. والله طالب المجتمع كامل اللي راه مهلوك يعينونا ويعطونا قواطن وين ندرقوا روسنا. وانا خبزت اولادي هاني نبات فيها وقاعده فيها وما محبستها، هذا ما نطلب منكم. حالة ذعر شديدة يعيشها سكان بلدية المهوب بالمدية إثر الهزات الأرضية الارتدادية المتكررة في الوقت الذي ينتظرون فيه مساعدات من السلطات. من داخل إحدى خيم العائلات المنكوبة كان معكم إبراهيم برقاش لتلفزيون النهار.